أعتقد أن الناس لا يدركون مدى ذكاء الأطفال. هاكم قصة ستجعلكم تعيدون التفكير في كل شيء. إذن يدخل صبي صغير إلى حلاق، يهمس الحلاق لأحد الزبائن. هذا أغبي طفل في العالم، تابع هذا. يضع الحلاق ورقة 5 ريال في يد وعملة ريال واحد في اليد الأخرى، ثم ينادي الصبي. يأخذ الصبي الريال ويغادر، يضحك الحلاق. إنه يفعل هذا في كل مرة، لكن انتظروا. خارجاً يسأل الزبون الصبي: لماذا تأخذ الريال بدلاً من 5؟ يبتسم الصبي: لأنه في اليوم الذي أخذ فيه 5 ستنتهي اللعبة. ذكي، أليس كذلك؟ لا تحكم على الكتاب من غلافه أو على طفل من اختياراته.